جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما أرادت المرأة أن تحضر حفلات الزواج والأعراس فبماذا توصونها جزاكم الله خيرا؟ أوصيها بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت حفلات الزواج والأعراس حفلات نزيهة ليس فيها منكر وليس فيها تبرج وليس فيها أغاني محرمة أو موسيقى ولا تشغل عن أداء الصلاة في وقتها فلا بأس بحضورها. أما إذا كانت بخلاف ذلك فيها منكر تجاوزات ممنوعة فإنها لا يجوز لها الحضور إلا إذا كانت تنكر هذه المنكرات وتقدر على إزالتها والمنع منها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.